أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الدعم الكامل لمجلس النواب الليبي ولدوره في قيادة الحوار الليبي الليبي باعتباره السلطة المنتخبة من جانب الشعب الليبي. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها جبالي أمام الجلسة العامة بمجلس النواب لإحاطة المجلس بالزيارة التاريخية التي قام بها على رأس وفد برلماني إلى ليبيا. زيارتنا إنما تأتي في إطار تاريخ طويل وممتد وراسخ. بين مصر وليبيا قوامه الاساسي الاخوه والتكاتف ووحده المصير وهو النهج الذي تستند اليه القياده السياسيه المصريه خلال تقديمها كافه اشكال دعم سياده واستقرار ووحده ليبيا حيث لم ولن تال الدوله المصريه جهدا لدعم مسار التسويه السياسيه للازمه الليبيه انطلاقا من ثوابت راسخه لا تقبل التجزئه الا وهي حق الليبيين في الحفاظ على هويتهم الوطنيه ووحده اراضيهم وبناء مؤسسات الدوله الليبيه ورفض كافه اشكال التدخلات الخارجيه وقد عبرنا خلال زيارتنا عن دعمنا الراسخ لمجلس النواب الليبي ودوره في قياده الحوار الليبي الليبي باعتباره السلطه المنتخبه من جانب الشعب الليبي